الرايه البيضاء مشاهدينا متابعينا ولحظات، وانطلقت الان الجياد في شوطها الثالث. الجياد وفراس المستورد عمره 4 سنوات فاكثر، وعلى مسافه 1650 متر، قيمه الجائزه 78,000 ريال، والانطلاقه السريعه من قبل بلاي فيلو في المركز الاول، متابعه من بقيه الجياد. وشاهد ايضا كات كروس في المركز الثاني، وأيضا متابعة لامساس في المركز الثالث من الداخل، بالإضافة إلى محاولات بقية الجياد في هذا الشوط، والتي الآن تقطع نصف مسافة هذا الشوط تقريبا بصدارة بلاي فيلو في المركز الأول، ومتابعة كاتكروس وأيضا لامساس في تنافس ثنائي على الوصافة في هذا الشوط الذي تجتمع فيها فراس جياد وفراس المستورد عمر 4 سنوات فأكثر، وبلاي فيلو في المركز الأول. تأخذ الجياد الآن منعطفها الأخير والصدارة لبلاي فيلو في المركز الأول، والآن تأخذ الطريق المستقيم في محاولات من بقية الجياد للحاق بالمتصدر بلاي فيلو. ما شاء الله في المركز الأول بهذه اللحظات والأمتار الأخيرة، وانفرادية تامة ما شاء الله لا قوة إلا بالله في المركز الأول. بلاي فيلو لإسطبل الشاكرين متصدر ومنفرد ما شاء الله لا قوة إلا بالله بصدارة هذا الشوط، ويصل إلى خط نهاية، بالإضافة إلى متابعة لامساس في المركز.